وللمزيد ينضم إلينا من العريش الزميل محمود جميل. محمود، بعد التحية، صف لي المشهد لديك، وأيضا ماذا عن شحنات الوقود الإغاثية والدوائية وأيضا الإنسانية؟ نعم دينا، بعد التحية، يعني لازالت الجهود المصرية مستمرة في تقديم المساعدات المختلفة للأشقاء الفلسطينيين، لكن دعونا نبدأ بمطار العريش الذي استقبل اليوم زيارة هامة لوزير الدفاع الفرنسي، الذي يعني أتى إلى مدينة العريش في إطار زيارته التفقدية للسفينة الفرنسية الموجودة في ميناء العريش، والتي تحتوي على مستشفى عائم تقدم كل الخدمات الصحية والعلاجية للمصابين بالتنسيق مع السلطات المصرية. لكن دعونا أيضا نتطرق إلى التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع الفرنسي، والذي أكد على أن باريس ملتزمة بالانخراط والوصول إلى اتفاق لاستقرار غزة بالتعاون وأيضا التنسيق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد أيضا أنه يعملون بجانب إيطاليا على بقاء واستمرارية العملية الصحية المقدمة في ميناء العريش من خلال وجود السفينة الإيطالية والسفينة الفرنسية، بالإضافة بالطبع إلى أنه أعلن أنه يعني موقف فرنسا الداعي إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، بالإضافة بالطبع إلى ضرورة حماية المدنيين، وأنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات بالتنسيق مع الجانب المصري، بعض الإجراءات لتقديم الخدمات الصحية المختلفة للأشقاء الفلسطينيين، وسيستمر هذا التعاون لدعم المصابين والجرحى الذين يأتون من قطاع غزة. السفينة الموجودة في ميناء العريش تتكون من 40 سرير، وأيضا استقبلت حتى الآن من 90 إلى 100 حالة من الجرحى والمصابين الذين يأتون عبر معبر رفح، بالإضافة بالطبع إلى أن هذه السفينة تتكون من مروحيتين مجهزتين بالمستلزمات والأجهزة الطبية الكاملة لنقل الحالات التي تستدعي الانتقال إلى القاهرة في أسرع وقت، وبالفعل تم نقل ست حالات من الجرحى والمصابين بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية لتلقي العلاج في القاهرة، بالإضافة إلى أنه تم إجراء 115 عملية من خلال هذه السفينة المجهزة بالكامل بجانب السفينة الإيطالية الموجودة. نعم. هذا بالإضافة بالطبع إلى استمرار مطار العريش في استقبال الطائرات المختلفة. استقبل اليوم طائرة إماراتية على متنها 14 طن من المستلزمات الطبية. نعم. التي ستذهب إلى المستشفى الميداني، بالإضافة إلى تدفق الشاحنات عبر معبر رفح، وصل إلى الجانب الفلسطيني 91 شاحنة، بالإضافة إلى استقبال 7 مصابين و250 أو أكثر من 250 من مزدوجي الجنسية ورعاية الدول الأجنبية. شكرا جزيلا الزميل محمود جميل، مراسل التلفزيون المصرية.